رجعنا معكم مشاهدين مكملين فقرة مروة رخاء. أكيد إحنا عندنا دحين يعني كلام مهم وكلام حلو، فيعني تفضل. أوكي ركزوا عشان أنا مش هنصح البنت دي، أنا قلت اللي عندي، أنتوا اللي هتردوا عليها بقى، أنا مش هتكلم خالص. خلاص أنا مش هقول بقى حاجة على الموضوع ده. بصوا بقى، مشمشة بتقول إيه؟ عندي إحباط يا مروة، بعد سنة من وفاة بابا بدأت أعيط وافهم يعني ايه انه مات. يمكن ما كنتش مجمعه قبل كده عشان السفر وبعدنا عن بعض، بس دايما كنت حاسه ان في حد بيحبني حتى لو بقى في بلد تانية، بس هو موجود وبيحبني. ودلوقتي بقيت عنيفه جدا مع كل الناس ومش مفهومه، انا شخصيا مش فاهمه نفسي وما عنديش اصحاب وبخاف من كل الناس وحاسه ان الناس نسيوني. بختلف مع ماما على كل حاجه لاني كنت عايشه لوحدي 5 سنين وفجاه بقيت عايشه معاها تاني، وفجأة حاسة ان عندي مشاكل نفسية وخايفة اكون بوهم نفسي وانا ما عنديش حاجة، وخايفة ان انا ارتبط وخايفة ان انا احب، ولو عرفت حد واعرف ان هو معجب بيا بعمل كل حاجة عشان ابعده عني وما تعلقش بيه، خايفة يمشي ويسيبني، وبعمل كده عشان انا مش عايزة اي حاجة تفكرني باي حاجة حلوة في حياتي. انا حاسة ان انا جفف مشاعري وحصل لها ايه تاني او مفيش حاجة ليها طعم، والاحساس الوحيد اللي بحس بيه هو الخوف. وعلى فكرة أنا بشتغل وشاطرة جدا في شغلي وبعمل مجهود كبير ومش فاضية يعني، بس نفسيا مش مرتاحة. وفي ناس كتيرة قوي بتقولي مالك زعلانة ليه، وأنا أول ما يقولولي كده أروح معيطة وأقعد ساكتة وما أقولش حاجة لمدة كام يوم. يعني عندها كمية ملح بالهبل هي حاطة كيلو ملح في كوباية. فهمتوا قصدي إيه بالملح والكوباية؟ يعني هي دلوقتي عاملة زوم على نفسها، كل كلمة أنا خايفة أنا خايفة أنا خايفة. بالظبط بالظبط، عاملة زوم على نفسها وعلى مشاكلها وعلى حياتها ومركزة الملح جامد قوي. هي محتاجة بقى تكبر البولة، يعني لو الشغل مش كفاية ان هو يلهيها محتاجة أصدقاء، ولو الأصدقاء مش كفاية تعمل أعمال خيرية، ولو ده مش كفاية يبقى ليها معارف أكتر، ولو ده مش كفاية يبقى هوايات، ولو الهواية الواحدة مش كفاية يبقى هواية تانية. كل ما البولة الوضع ان هي خايفة انها تدخل حد في حياتها، يعني بتقولك انها قاعدة مع والدتها وكمان مش يعني مفيش حوار بينهم وبين بعض، يعني واضح ان هي اساسا خايفه انها تكبر البوله من الاساس. ما هي بقى دي الحكايه، انا دلوقتي لما ببص على الموضوع انا مش شايفه حاجه جوهريه، يعني هي خايفه ومش متفاهمه مع مامتها. ما هو العادي صراع الاجيال وفرق الاجيال، ما ده موجود في كل البيوت. بناء على طلب المشاهدين بس لازم اقطعك دلوقتي ان احنا شايفين دلوقتي على السكرين السايت بتاع مروه رخا، لان اللي حابب يبعت لها اي حاجه اي ريكوست اي سؤال اي مشكله عنده يبعت لها، يبعتها لها على السايت اللي طالع دلوقتي على الشاشه. ناس كتير قوي بتطلب الموضوع ده. فدي كده اول مشكله عند مشمشه، ومشكله مشمشه كلها ان هي مركزه قوي في نفسها وفي حياتها وفي مشاكلها. مشمش اوكي، مشمش بقى ده انتوا اللي هتردوا عليه وانا هقول في الاخر خالص. مشمش بيقول ايه بقى؟ ازاي ادي لنفسي حافز؟ يعني ازاي ارجع الطاقه؟ يعني مثلا واحد بيجري وبعدين قدامه معوقات كتيره جدا فوقع او بطئ حركته، ازاي بقى يقوم ويكمل جري زي الاول؟ يدي لنفسه حافز ازاي؟ ادي انه انا انسان مثلا انا جود في الحاجه دي، انا كويس في الحاجه دي، يلا خليني اقوم. مثلا النهارده عملت حاجه حلوه اكافئ نفسي، شجع نفسه. حلو، ايه مثلا يقولوا ممكن اكل الحته دي عشان النهارده، ممكن اخرج عشان انا عملت الحاجه. شوف البنات ده احنا بنعمل كده. احنا بنعمل كده على طول. بالنسبه لي لما مثلا كتير جدا قبل ما اطلع على الهواء ببقى قلقان او متوتر او حاسس ان يعني هبوظ الدنيا ومش عارف اتكلم وكده، بس بفتكر حاجه قبل كده عملتها، حلقه عملتها قبل كده وكانت ناجحه وكانت كويسه، يعني ده بالنسبه لي بيبقى كومفورتبل يعني، او بيريحني يعني لما افتكر ان انا عديت المرحله دي. اعتقد ان هو ده ينفع في كتحفيز، ان هو يفتكر حاجه عملها كويسه نجحت، ده هيدي له حافز مره ثانيه. اوكي، ايه رايك في الموضوع؟ حلوه، ردود دي لطيفه قوي. انا هرد عليه وهقول له بحاجه واقعيه حصلت. جم ناس صحفيين وجابوا واحد من العدائين اللي هم بيجروا ماراثون دول، وراحوا موقفين العداء دوت وقالوا له وانت بتجري وتعبان ونفسك مقطوع بتفكر في ايه؟ قال لهم لو انا فكرت يا ده السكة طويلة قوي، يا ده في ناس كتير قوي سابقني، يا ده انا مش قادر اتنفس، وقعد يفكر في التعب وفي الارهاق وفي اللي سابقينه هيخسر. لو هو عايز يا دوبك يوصل لخط النهاية بتمثيل مشرف زي ما بيقولوا هيقعد يفكر بقى ايه شوية والسبق ده هيخلص واكل واخرج واروح مع اصحابي وبتاع، فاللي هو بيعمل تمثيل مشرف بس مش هيكسب.
العداء ده بيقولك ان هو لما بيجي يكسب بيفكر في قد ايه المسافة لحد خط النهاية قريبة، بيفكر في المشجعين وهتافاتهم، بيفكر في احساسه بالنصر، بيفكر في الكاس التروفي اللي هو هياخده ويكسبه، فده بيهون عليه التعب. فالحافز بيجي من جوه البني ادم، هو بيفكر ازاي تقريبا بيفكر بالطريقه الثانيه اللي هي ايه تقريبا تمثيل مشرف تمثيل يا دوبك يعني اعمل اللي عليا وخلاص وانت طب احنا معانا تليفون الاول وبعدين اقول لك رايي. اوكي.